انطلاقاً من مسؤولياتها الإنسانية، فقد أخذت المملكة العربية السعودية على عاتقها تقديم كل إمكانياتها المادية والبشرية باعتبارها ملاذاً وسنداً إنسانياً لكل منكوب على وجه الأرض. من هنا جاء إنشاء مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ليوحد تلك الجهود وليخفف من معاناة الشعوب التي أرهقتها الحروب والنكبات. بدنا نقاوم بدنا نشرف الأمان، ليمسح دمعة طفل يطلب حناناً ويخفف عن أم ترنو أماناً ويعين كهلاً أتعبه الحرمان. ولخير دليل على ريادة مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وجهوده الإنسانية أنه طاف وخلال عمره القصير على أطراف متفرقة من المعمورة يقدم خدماته الإغاثية والإنسانية للعديد من البلدان والشعوب. وبحكم الجوار وصلة القربة تمثلت أولى برامجه الإغاثية في جمهورية اليمن التي تعاني نقصاً في الغذاء والدواء جراء الأزمة التي تمر بها، فقد سير المركز جسوراً جوية وبرية وبحرية تتضمن آلاف الأطنان من المواد الغذائية والإيوائية والمستلزمات الطبية وأطناناً من المواد الغذائية لمحافظات اليمن كافة دون تمييز. نحن نقدر عالياً في المجتمع الإغاثي كرم خادم الحرمين الشريفين. اليوم وكما تشهدون جلالة الملك سلمان والمملكة العربية السعودية هم الداعم الأكبر لجهود الإغاثة الإنسانية في اليمن. وفي لفتة إنسانية رائعة تكفل المركز بتمويل إعادة العالقين اليمنيين في الخارج إلى بلدهم والعالقين داخل اليمن من جنسيات مختلفة إلى أوطانهم، والذين من شدة حنينهم لوطنهم فور أن تطأ أقدامهم أرضه يقبلونها وتنهمر دمعاتهم حرقة وشوقا وحبا. وضع المركز يده في يد كل من يريد الخير للإنسانية وسعى لتوحيد الجهود لمعالجة الكوارث الإنسانية حول العالم، فقام بتوقيع عدد من البرامج التنفيذية مع عدد من المنظمات الإنسانية الدولية ومنظمات الأمم المتحدة في مختلف قطاعات الاحتياج الإنساني. ووضع المركز يده في يد كل من يريد الخير للإنسانية وسعى لتوحيد الجهود والأعمال لمعالجة الكوارث الإنسانية حول العالم. إنه الدعم والكرم اللذين نعرفهما منذ عام 1973، إنهما دعم وكرم يتجليان دائماً في مواجهة المواقف الصعبة. منذ عام 2008 وحتى اليوم قدمت المملكة دعماً تجاوز المليار ومئتي مليون دولار عبر أنحاء العالم كافة في مجال المساعدات الإغاثية والتنموية. وقد قام المركز بعملية نوعية بالتنسيق مع قوات التحالف والجهات المختصة في المملكة بكسر الحصار عن تعز وإنزال المساعدات الطبية والإغاثية بالإسقاط الجوي. هذا هو مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، يقدم خدماته من خلال فريق متميز في إدارة الأزمات وطواقم متخصصة في توزيع المساعدات والإشراف عليها، تعمل بجد في خدمة الإنسانية دون تمييز بين لون أو عرق أو دين، ليصبح مركزاً إغاثياً عالمياً. مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، نحو إنسانية بلا حدود.